مسألة التشغيل ومحاربة البطالة مدرجة في صميم سياساتنا التنموية، وتعد إحدى أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. لقد تجسد تنفيذ مخطط العمل من خلال إدراج مجموعة من تدابير الرامية إلى تشجيع إحداث مؤسسات مصغرة ومناصب الشغل، كما سمحت هذه التدابير بالحفاظ طوال هذه العشرية على ديناميكية النمو التي تحققت من خلال إحداث عدد هام من مناصب الشغل والانخفاض المستمر لمعدل البطالة في بلادنا، حيث انتقل هذا المعدل من 30% إلى 11.1% في أفريل 2018. إن النتائج المسجلة خلال 9 أشهر الأولى لسنة 2018 في تسيير 6 برامج ترقية التشغيل المسجلة، قلت في 6 برامج ترقية التشغيل المسجلة بعنوان قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تندرج في إطار متابعة الديناميكية التي شرع فيها بعد إدراج تدابير هامة سنة 2011، ومن شأنها تشجيع الإدماج المهني في إطار الشغل المأجور وإحداث النشاطات.